المباراة القادمة قلت لي انه انت تثق ان شاء الله ان المنتخب المغربي سينتصر وسيفوز بهذه المواجهة. في كل مباراة للمنتخب المغربي يفوز بها يذهب أشرف حكيمي ويقبل وجه والدته في مشهد العالم كله تحدث عنه، كيف ترى هذا المشهد؟ مشهد رائع رائع. لأن عند أخي رمزي أنت تعرف أولادنا تربوا في بلاد المهجر وتربوا على ثقافة أخرى تعرف نعم، ولكن حضورنا وقلوبنا مع بلادنا ومع ثقافتنا عظيم عظيم. والمشهد المشهد مكرر. تفضل يا فندم. بينا للعالم ما معنى تقبيل رأس والدتك وما معنى تقبيل وجه والدتك. هذا رائع رائع بالنسبة للأمة الإسلامية. ونشكر من هذا المنظر الشعب القطري الشعب القطري الشعب العظيم برهن على الأمة الإسلامية. واحنا بنحيي أشرف حكيمي ونحيي المنتخب المغربي عاملين أداء عظيم جدا في هذه البطولة.